ولو استقر بهم المقام لكنتم أول من يقتلونهم، لكنتم أول الأعداء الذين يتربصون بهم. فعودوا، دخلتم في اجتهاد وأسأل الله أن يصيبكم عليه، عودوا من هذا الاجتهاد بعد أن طوي معنى الاجتهاد منه وتبينت الحقيقة، عودوا إلى إخوانكم، عودوا فاصطلحوا مع أمتكم قادة وجيشا وشعبا، عودوا فقفوا مع إخوانكم جميعا في موقف واحد ضد ماذا؟ ضد هذه الحرب الكافرة المعلنة من قبل المسيحيين المتهودين انتظارا لظهور المسيح، مسيحهم بالعين الواحدة، لأنهم يقولون أن مسيحهم لا يظهر إلا على أعقاب حرب عالمية تطوف بالعالم العربي والإسلامي، هكذا يقولون. علمتم ذلك، عودوا، عودوا إلى إخوانكم فاصطلحوا معهم وسيروا على النهج الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ولكني أعود فأقول مرة أخرى كما قلت في الأسبوع الماضي، وإنه لقول يجب أن لا يفتر لساني عنه، ويجب على جيشنا ألا ينسى. متعكم الله بالبسالة، لا بقوة ذاتية من عندكم، بل بمكرمة من الله تنزلت إليكم، تصديقا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل أن سوري أن الشام ستظل دار أمن وإيمان وأمان. فتوجوا هذه البسالة، توجوها كما قلت لكم باصطلاح مع الله، وإني لا أرجو أن تبلغ كلمتي هذه القلبية النابعة من حب، النابعة من الإخلاص لهذه الأرض المباركة ولكل من فيها. اصطلحوا مع الله، مدوا يد التوبة إلى الله، كونوا أول من يضرب المثل بالسير على صراط الله، بالانتهاء عن نواهي الله عز وجل، كونوا أول من يشم عبق الجنة من خلال طرق باب الشهادة، اضربوا المثل بهذا. واذكروا ولا تنسوا كلام الله القائل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، اسمعوا، بل أحياء، أحياء عند ربهم يرزقون، وإنها لحياة حقيقية. لكن من هم الذين يسيرون في الطريق إلى الشهادة عبر شرع الله، من خلال تنفيذ أوامر الله، من خلال معرفة دين الله، من خلال التمسك بسنة رسول الله. وليست الشهادة تلك التي يغمض بعض الناس أعينهم بحثا عنها من خلال الحور العين، بحثا عنها من خلال الأدمغة التي غسلت ثم غسلت ثم غسلت دون أن يعرفوا شيئا عن الإسلام، دون أن يعرفوا شيئا عن سيرة رسول الله، دون أن يعرفوا شيئا عن ضوابط الجهاد، دون أن يعرفوا شيئا عن أدبيات الجهاد. لا لا، جيشنا وجيوش أمتنا العربية والإسلامية ما ينبغي أن تقع في هذه الورطة، ما ينبغي أن تقع في هذا المستنقع. نقرع باب الجهاد بيد الانضباط بشرع الله، نسير في الطريق إلى الاستشهاد عن طريق الانضباط بأوامر الله، عن طريق تطبيق وصايا رسول الله. هكذا ينبغي أن نكون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. إلهي وحرزي وموئلي ومقصودي يا رب، تدارك الشام وأهل الشام يا الله، تدارك من أخلص النية في السر والعلن للشام يا الله. يا رب طالت علينا المصائب والبليات
فأسرع الغوث يا الله يا الله يا الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نتوسل إليك بسورتي الضحى والانشراح، نتوسل إليك بالسبع المثاني والقرآن العظيم، نتوسل إليك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تعطينا نحن أيضا ما يرضينا في دنيانا وفي آخرتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما وعدت حبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم أن تعطيه ما يرضيه، فأسألك اللهم ونحن من أمة حبيبك أن تعطينا الساعة ما يرضينا، وأول ما يرضينا مما نطرق بابك في الاستجابة له أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا يا رب. مولانا ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بسوء فعالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بغناك عنا وافتقارنا إليك أن تصفح عنا صفحك الجميل يا رب العالمين، وأن تصلح الراعي والرعية. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم ألهمنا الاعتزاز بدينك، اللهم وفقنا للسير على صراطك، اللهم احجبنا عن محبة الأغيار، عن التأثر بشياطين الإنس والجن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، نسألك اللهم بهذه الساعة المباركة، ولعلها الساعة التي وعدت عبادك أن تستجيب دعاءهم فيها، نسألك اللهم أن تعيد نعمة الأمن والسلام إلى ربوع شامنا، وأن تدخلها فرحة في قلوب عبادك المنكوبين، المساكين، البائسين، الشاردين عن بيوتهم، الجرحى الذين يئنون في مشافيهم. أسألك يا ذا الجلال والإكرام بالدماء الزكية التي أريقت، وأسألك بالقتل البراء الذين يئنون ساعة وهم يجودون بأرواحهم. أسألك بأنك الله ولي كل مظلوم، وبأنك الله حسيب كل ظالم، أن تكف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أريتني هذه البشرى ولا أعلم ميقاتها، أسألك اللهم أن تكون قد آن ميقاتها، فقد عيل صبر عبادك يا رب، عيل صبرهم يا ذا الجلال والإكرام، عيل صبرهم يا ذا الجلال والإكرام. أسألك اللهم الفرج القريب، أسألك اللهم الفرج القريب. عهد أقطعه على نفسي وعلى كل هؤلاء الإخوة الذين أظن
أنهم يقطعون مثل ذلك على نفوسهم. ألا نتحول عن بابك إلى أي باب آخر، ألا نتحول عن صراطك إلى أي صراط، بل أي سبيلا من السبل المتعرجة غيرها يا رب العالمين. عهد ألزمنا به أنفسنا أن نتوب إليك وأن نعود إليك. فأسألك اللهم عز وجل أن تجعل هذا عربون استجابتك لدعائنا، أسألك اللهم أن تجعل هذا دليل استجابتك لدعائنا يا رب العالمين. نسألك اللهم الفرج القريب، وأنت أهل لذلك وإن لم نكن أهلا له. اللهم وفق عبدك، عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك والاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك. اجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، حقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله.